طيب اخر خدعه اخر لعبه. طيب طب بس محتاج حضرتك حد يساعد حد يعني حد يجي. طيب حد يجي لنا محمد الهني بعد كده. مين هو يا زلمه؟ مش عارف. على فكره هنقوم نقف ماشي. حد يجي لنا. يعني انت عايز تقول لي ان كل ده عباره عن براعه وخفه يد دون تدخل غير البشر؟ كله خفه يد. يعني انت معكش جن؟ لا معيش جن. محمد عزت انت اللي جاي. تعال تعال يا محمد. ده انا لو وريته طبعا. انت جيت لقدرك يا محمد. طيب طب ممكن اقوم بقف؟ قوم. تمام. طيب ممكن حضرتك تقف؟ انا كمان؟ اه ممكن اقف. ماشي. طيب ايوه بالظبط كده. بس خل ايوه بس. تمام. ممكن حضرتك تغمض عينك؟ تمام. ممكن حضرتك تركز عشان ممكن المسك في اي مكان. ماشي. تمام. الكاميرا معايا؟ تمام. طيب ركز حضرتك. بتاع؟ لا لا ركز حضرتك. حضرتك انا لمستك فين؟ هنا. كم مرة؟ ثلاث مرات. طيب فتح حضرتك. انا ما لمستكش، انا لمسته هو. انا دي ما شفتهاش. الكلام ده صحيح؟ ما لمستكش؟ هتسأل مخك. انا لمستكش. الكلام ده صحيح؟ انا لمسته؟ انا لمسته؟ ما هو مش انت اللي لمستني طبعا. والله ما لمستك حضرتك. مش انت اللي لمستني طبعا. ممكن حضرتك تشوفها في في القعدة. اشوف. شكرا يا محمد. انت فعلا كنت بتلمس محمد في نفس المنطقة؟ ايوه. اسألهم حضرتك. امال مين اللي كان بيلمسني بقى؟ مش عارف. مش هتقول قبل ما نمشي؟ في حاجة تانية ممكن تعملها؟